العمل اللي بيه، وإن كان هو واجبنا، ولكن إحنا بشر، فأحسبوها علي إذا أني مزعل أي واحد من عندكم. هذا بالبداية. ثانياً نرجع لمحاضرتنا اللي هي مايكروسوفت باوربوينت. عنوان المحاضرة الرابعة اليوم هو ديزاينينج بريزنتيشن. طلاب، موضوع البريزنتيشن موضوع جدا مهم، وكلكم إن شاء الله بالمستقبل باحثين. كل باحث ما يقدر يستغني، أو كل أستاذ تدريسي ما يقدر يستغني عن البريزنتيشن. طبعا هو مو بس بالمجال العلمي، يدخل في كل المجالات، بالشركات، بالتسويق، في كل المجالات. لأي عرض معين هو يحتاج أن نسوي سلايدات أو البريزنتيشن. طبعا سابقا من كنا احنا طلاب ما كان موجود الباوربوينت، كان موجود الداتا شو اللي موجود هسه، ويخليهم به سلايدات شفافه ويضرب على افيد في كل الامور هو الافضل. موضوع البرزنتيشن احنا راح نتناول عدة نقاط اليوم، اللي هي الديزايننج برزنتيشن، اللي هي الثيمز اند فاريانس، والفورماتيك برزنتيشن، والثيم اند لاي اوت. لحظة، موضوع الفورماتيك برزنتيشن والثيمز اند لاي اوت اللي راح نستخدم، او هي هاي الفقرات اللي قدامكم محتاج نقراها. راح نتكلم على التشنج كلر فونت، تشنج ثيمز كلر، وتشنج ثيم فونتس، واللاي اوت نحكي عنها، ونحكي على الباك جراوند والهايبر لينك والسكشن والماستر سلايد ماستر فيو. طبعا سلايد ماستر فيو انا ما دخلت بالديب وياكم كلش، بس فكره بسيطه عنه. المواضيع الاخرى اهم. السلايد ماستر فيو هو عباره عن انه شلون تصمم برزنتيشن واحد، ويكون هذا التصميم يتطبق على كل البرزنتيشن الباقيه اختصارا للوقت والجهد. نجي على موضوع الثيمز. الثيمز طلع، نعم، من يريد يحكي تفضل، نفتح المايك. طلع سد المايكات اللي المايك مالته مفتوح، خلي سد رجاءً. نجي اول نقطه بالموضوع، نتكلم عن الثيمز او الثيمات مثل ما انتم تسموها هذا الجيل. الثيمز هي قوالب جاهزه نطبقها على الدايدات اللي يمنا. خلي تشوفون هذا الاطار، الباك جراوند الابيض، والاطار السمائي تقريبا او هيك مايل على الاخضر. هذا هو ثيم، مو أنا صممتها. ثيمز شلون نختارها؟ نجي على التبويب ديزاين، هاي كلها ثيمات، هذه كلها ثيمز، وبعد إضافية هذه كلها ثيمز، ونقدر أيضا أكو مواقع خاصة ننزل منها ثيمز ونطبقها لنا، بس هذا ما راح أروح على هذا الموضوع. فمثلا على سبيل المثال، شوف طلاب، مجرد أن أحرك المؤشر على الثيمز يغير الشكل، بس ما يطبقه، بس يشوفك الصورة حتى تختاره أو لا. طبعا وإذا تنتبهون هو يغير على الشكل العام للسلايد، ولكن ما يغير على الكونتينت، ما يغير. شوفوا تبقى ثابتة، فورث لكتشر ديزايننج برزنتيشن مايكروسوفت باوربوينت، هذه ثابتة، بس يغير بالشكل العام. والحلو بيه انه من تختار ثيمز معين
شوفوا، من نطبق هذا الثيمز على الكل، لأنه أنا مختار أول وحده ماستر، فهذا الثيمز تختاره طبعاً وينطبق على الكل. تقدر أنت هذا الثيمز تختار ثيمز، وأيضاً تقدر تعدل عليه. يعني بس إحنا اختارينا هذا الثيمز، الثيم العفو. فهسن شنو عدنا نشوفه هنا؟ ثيمز، هنا variants متغيرات أو خيارات، نقدر نغير على الكلر الخاص بالثيمز، بالثيم العفو. تبو هذه الألوان، الإطار أو التصميم نفسه مجرد يختلف اللون. خلينا نختار هذا، اختارينا هذا الثيم. ولكن اكو بعد، انا مثلا برايي اقول اوكي الاطار لا باس فيه مناسب، ولكن الباك جراوند انا اشوفه ابيض اكثر من اللازم، يراد نغير عليه شويه. فنجي وين؟ يا اما منه فورمات باك جراوند، او نجي منه للفاريانس فورمات او الباك جراوند ستايلز، نقدر منه يا اما نختار واحد من هاي الموجوده، واذا ما عجبنا فورمات باك جراوند اللي هو نفسه هذا الفورمات باك جراوند، يفتح لنا هذا النافذه معينه منه كأن نريد نغير بالالوان. انتبهوا الطلاب، يعني انت هنا هاي الالوان كل لون له اسم خاص به، يعني لا تستبعد انه بالامتحان يجيك سؤال غير الباك جراوند بحيث يكون اللون هو اسمه لافندر اكسنت 2 لايت 60%. شلون انا اعرف هذا؟ احرك وادور على اللافندر وينه، اللي هو هذا لافندر، لافندر اكسنت 1 لايت 40، لا انا اريد اللايت 60%، هذا اختاره. شوف تغير هذا اللون. طبعا هذا اللون شوف هنا من اختار سولتفل يعطيني مجرد اللون والترانسبرنسي. الترانسبرنسي انا اشوف اغامق، اخفف، ازيد. شوفوا صار اخذ يعني السطوع او شفافيه. من اجي اريد اخذ الجراديانت، الجراديانت لا يعطيني وياه يعطيني وياه الوان، يعطيني خيارات تايب لينير، يعطيني هذه الوان الجراديانت، اقدر اغير بالسطوع مالتها الى ان اختار الشكل المناسب. فهذا بالنسبه لاختيار الثيمز. احنا هسه ايش سوينا؟ اخترنا الثيم، غيرنا على الكلر مالته فقط وعلى الباك جراوند. بقت ايش عندي اقدر اغير بعد؟ هذا الكلر تكلمنا عنه، الباك جراوند تكلمنا عنها. هسه اريد اغير الفونت الخاص بهاي. شوف الطلاب، شوف الفونت يتغير مع حركه كستمايز فونت. هذا من يريد واحد الوان فصائله العفو فونتات خاصه به، يبدا تبو لو اختار الفونت المناسب اللي اني اشوفه كان يكون هذا. تبو وكل ال قولوا وياي كل السلايدات البقيه اخذت نفس هذا التصميم. سسرا نزلين الرابط ولا زحمه؟ ماشي استاذ ان شاء الله. على جروب بلا زحمه عليك 10 دقائق و فهذا غيرنا احنا هسه اخذنا الثيمز واخذنا الفاريانت كل واحد وتفرعاته تقريبا. نرجع هسه الى موضوع العفو، نرجع على شوف شنو بعد عندنا. اخذنا تشينج ثيم كلرز، تشينج ثيم فونتس. هسه نجي على اللاي اوت. طبعا اللاي اوت هو شنو؟ احنا هسه هذا شوفوا اذا انتبهتوا هنا اكو بس عناوين، وهنا بس عناوين، هنا
ابلاي ديفرنت لاي اوت، يحكي شنو هو اللاي اوت، شرح هنا ضايف صوره او واجهه ضايفيها هنا تشرح الموضوع. تشرح الموضوع. هنا عندي ايضا صوره تشرح الموضوع. اذا البرزنتيشن اللي عندي او السلايدات اللي عندي هي مو فقط بيها كتابه ولا فقط عناوين، هي شوف هنا ضايف هايبر لينك، ضايف لينكات، هاي نجيها بعدين. فكل برزنتيشن له تصميم خاص به. وشلون نعرف الانواع؟ الانواع نجي على التبويب هوم، من اضغط نيو سلايد، انتبهوا هذا التايتل سلايد، هذا فقط خاص بالعناوين، مثل هذا السلايد اللي هنا اللي موجود فقط عناوين. اكو عندي تايتل اند كونتنت، هذا يشبه هذا، يشبه هاي، اكو تايتل هنا عنوان واكو كونتنت، الكونتنت اللي عندنا هنا هو صوره. اكو سكشن هيدر، هذا يحكي على السكشن هيدر، هذا موضوع السكشن نجي له بعدين، نقدر نقسم. شوفوا هنا اكو تايتلز وهنا اكسبلين، طبعا هذه سكشنات لا على التعيين انا مسويها مو بالضروره بس للشرح، هاي هسه نجيها بعدين. اكو تو كونتنت، من تكون عندنا اكثر من محتوى، هذا يشبه هاي البرزنتيشن هنا، اكو هنا هذا كونتنت واكو هنا كونتنت واكو تايتل. واكو نفس هذا السلايد هو الغايه منه الكومباريجن، يعني المقارنات، كأن نريد نقارن في موضوعين معينه، نختار هذا الموضوع، نختار هذا العفو هذا السلايد. فهذا يتكلم عن اللاي اوت. طلاب هذا الشرح موجود بالبي دي اف اللي انا منزل لكم اياه على جوجل كلاس روم، شرح جدا وافي وبالتفصيل الممل، يعني اللي يريد يرجع له بامكانه يرجع له، واللي عنده سؤال انا ايضا موجود. هذا بالنسبه للاي اوت، وطبعا كل نوع من هاي الانواع هو له استخداماته الخاصه. هذا البلانك، البلانك شوف يعني من نحتاج سلايد فارغ اني امليه، او اني افتح مثلا كان يكون مربع نص، هذا مثلا اجي لا كان نحتاج منه افتح مربع اكتب هنا او اضيف شيء معين، يعني هذا من اريد اني اختار تصميم، اختار سلايد فارغ وابدي اضيف الاضافات اللي اني احتاجها، مثلا داتا تايم اقدر اضيف هذا بعدين، يجي داتا تايم اضيف اوبجكت معين قلنا. المهم خلينا نمسح هذا، هذا من يكون سلايد فارغ عندنا. حكينا على اللاي اوت وحكينا على الباك جراوند، حكينا على الفونت، حكينا على الكلر، حكينا على المو. بقى عندنا موضوع الهايبر لينك والسكشن. طلاب لحد هنا اكو شيء واضح؟ نقطة مهمة طلاب، من اريد اغير شيء دائما هذا الشيء شوفوا، اذا احتاج اغير بالفونت فورمات شيب او فورمات تكست افكت، فورمات شيب دائما اخذ يظهر عندي، خلي هذه هاي النافذه اللي تظهر بهذا الشكل هي الفورمات شيب، دائما تكون قريبه من يمي والعمل يكون عليها. اذا احتاج اغير على التكست، شوف انا قبل شويه غيرت على الشيب على السلايد، هسه اريد اغير على الخطوط اللي موجوده امامي، كان العفو التكست اوبشن، ايضا نفس الطريقه اللي تكلمت بها عن الثيم قبل شويه او على السلايد، نقدر نتكلم بها عن الفونت، نفس الخيارات. ومثلا هذا اختارينا الجراديانت نفسه، اختار والكلر خلي غير الكلر كان يكون احمر،
ريد او لا، هذا الدارك ريد، لينير، هذا نوع ال رسيت جراديانت، الترانسبرنسي صعدها، تغير شكل الخط. هذا قلت لكم هذا موضوع الفورمات باك جراوند. الفورمات باك جراوند اذا كان للخط او للباك جراوند او للثيم بشكل كامل، شوف فورمات باك جراوند ظهرت عندي هاي النافذه، هسه من اغير ما راح يغير على الخط، راح يغير على الشاشه، على البرزنتيشن، على او العفو على السلايد بالكامل. طب الطلاب خلي اختار هذا اللون، هذا شويه ساطع السمائي. تمام، من نفس النافذه، ولكن هنا انا قلت له فورمات باك جراوند اختاريته للسلايد، لكن من اختار للخط شوف يظهر لي راسا تغير، مجرد بس الدبل كليك هنا النافذه تغيرت. شوف دبل كليك هنا فورمات باك جراوند، انتبهوا الطلاب، بس من دبل كليك على الخطوط على الكتابه يفتح لي فورمات شيب، وهنا اكو تكست اوبشن. واضح؟ فهذا موضوع تكلمنا عنه على التشينج، حكينا على الثيم بشكل عام، حكينا على اللاي اوت، تشينج ثيم كلر والثيم فونت غيرناهم، ديفرنت سلايد لاي اوت، ثيم باك جراوند ايضا حكينا عنه. هسه راح نوصل للهايبر لينك وللسكشن. طلاب لحد الان هاي الامور اللي حكينا عنها، اكو احد عنده سؤال؟ اكو شيء ما واضح؟ موضوع جدا سهل ومختصر وحلو ومهم. منو عنده سؤال؟ اذا ما عندكم حتى انتقل للهايبر لينك. الهايبر لينك بس السراويانة يعني. وياك استاذ. سسرة اذا كملتي تقدرين تتوكلين يعني، وانا اكمل، واذا تبكيني ماشي انا هلا بيك، واذا تبكيني انا هلا بيك، بس ماشي، ممنون اسمك منك بس. استاذ. لا 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 العفو، اهلا وسهلا. موضوع الهايبر لينك، الهايبر لينك هو شلون نضيف الهايبر لينك. الهايبر لينك هو شنو؟ هو اضافه ارتباط تشعبي، كان انا هنا بالبرزنتيشن واحتاجيت افتح موقع معين، اني في محاضره معينه او في عرض تسويقي معين، فحبيت افتح الموقع اللي خاص بالشركه، او حبيت اتكلم عن كليتي اللي هي الجامعه المستنصريه كليه الصيدله، اريد افتح السايت مالتها، او اريد افتح صور، او اني ملف عندي خاص ما اقدر اجيب الملف بالكامل احشره هنا، اسوي ارتباط حتى اروح افتح. فهذا عندنا هايبر لينك. بس الهايبر لينك لازم طلاب لازم اعرض السلايد، اعرضها هيجي، تشوفون هذا الجلاس، هذا يسوي عرض للسلايد. من اعرض السلايد شوفوا هسه هذا الهايبر لينك دوكس، يعني من يقول لي دوكس يعني اكو ملف وورد، مجرد ان اضغط عليه لازم يفتحه. شوف يقول لي cannot open the specific file، ما محدده، فارجع اذا اكو خلل باللينك اضغط. شوفوا الطلاب، يا اما اضغط هنا هايبر لينك، يا اما اضيف هايبر لينك جديد، او عندي هايبر لينك موجود راح يقول لي اديت هايبر لينك، هذا اديت هايبر لينك، اختار اكو ملف وورد هنا المفروض يكون موجود، خليه اختاره، طبعا ملف وورد لا على التعيين، اسمه لينك، اوكي. هسه من راح اعرض واضغط شوف ايش حيصير عندي، عفوا هذا المفروض يفتح لي فايل وورد، هذا هياته ملف الفايل الوورد، انتبهوا هاي صفحة الوورد، هذا الفايل اللي فتحناه، ما بي شيء بس بي رابط معين مخزون على الحاسبة، رابط ما اعرف ماليش بصراحة، لأن الحاسبة مو مالتي للأسف، الحاسبة مالتي صار إشكال عندي بالصوت فاضطريت أغيرها. نرجع لموضوعنا اللي هو الهايبر لينك. فهذا فيما يخص إذا حبيت أفتح فايل.
هنا أنا أريد أفتح هذا، أعتقد اللينك اللي خاص بشركة مايكروسوفت. قلت لكم أريد أفتح موقع معين، فتحت مجرد أن ضغطت عليه فتح لي الصفحة الرئيسية لموقع لشركة مايكروسوفت، وهذا هو اللي خاص، هذا الموقع الخاص بشركة مايكروسوفت. دخلت عن لا عن طريق هذا الرقم مثلا. انا هنا اثناء الشرح اكو عندي ايميل معين واصلني، اريد اشوف لكم اياه، او اريد ادز ايميل امامكم، اضغط هنا فتح لي صفحة ايميل خاصة. هذا الايميل هو ياهو، نقدر اضغط هنا ويكمل شلون الموضوع. هذا الهايبر لينك طبعا، العفو، والهايبر لينك خاص، هو مو خاص فقط بهذه الامور اللي تحدثنا عنها، لا يتعداها الى هوايه امور، هواية استخدامات حسب الحاجه. الباوربوينت حقيقه امكانياته عاليه وعرضه حلو. نرجع لموضوعنا، تحدثنا عن الاد هايبر لينك. كرييت سكشن، اذا كنت مو طلاب اكو هذا هنا، هاي الكلمه اسمها تايتل، وكل اكسبلين، هذني شنو هاي؟ هاي سكشنات انا ضايفها، العبره منها انه من يكون عندنا عدد كبير من السلايدات ونريد نوزع، نريد نقسمها حتى نفهم، او حتى لاغراض تنظيميه نقدر نضيف سكشنات. كان يكون هسه هنا انا اريد، نعم، العفو، انت ها انت يا جروب، ها الصورة راحت هسه، لحظة هسه، شكرا جزيلا. من وياي؟ انس. شكرا جزيلا انس، اعتذر جدا، ما اعرف يعني شنو اللي صار، سويت الاشير مره ثانيه ظهرت هسه واضحه. انس، شنو اللي فاتكم يعني من حكيت على السكشنز؟ موجودين لو عيده اعيد لكم اياه. السكشنز زين، الهايبر لينك كمل امامكم، اوكي، وصلنا بعد الهايبر لينك كرييت سكشنز. السكشنز هو نضيف لكل مجموعه سلايدات خاصه بينا، نضيف لها عنوان، الغرض منه تنظيمي. مثلا هاي العنوانين، هاي السلايدين هي للتايتلز، للعنوان، للتايتلز العنوان، هذا التايتلز ضفت. اذا هاي البرزنتيشن الاثنين او هاي السلايدات الاثنين هي خاصه العناوين، والبقيه من الثلاثه صعودا هي شرح للماده. مثال، انا طبعا بدي احكي وياكم هنا، بدي احكي لك شنو اللاي اوت، هنا بدي يحكي شنو، بدي يشرح على عمليه الثيمز اند فاريانس، صور توضيحيه، هنا بدي يتكلم عن اللاي اوت. ف مثلا هنا خلي اضيف سكشن معين، تبغى طلع اد سكشنز، اد سكشن العفو، اي بس هذا السكشن طلع بدون اسم، بدون عنوان، ان تايتل، فخلي اضيف له اسم معين، ايضا كليك يمنه رينيم سكشن، شو تريدون نسميه؟ اي واحد يقترح لي اسم؟ طلاب، واحد منكم يقترح اسم؟ ولا واحد يقدر يقترح لنا اسم؟ احمد، انس اللي حكيت وياه قبل شويه، اسمعني انس، اقترح لي اسم انس، اي اسم يخطر ببالك، خلينا نسميه انس، هاي سميته انا، هاي سميته انس، يعني تمام، اشبعوا، هذا السكشن صار اسمه انس. يعني هو ماكو شيء، بس هذا الغرض منه توضيحي، ما يصير نسميه انس، نسميه مثلا اكسبلين تو. شوفوا صارت عندنا 3 سيكشنز للبرزنتيشن اللي عندنا، او يمكن صاروا 4 لان اكو واحد ضفته، لا ها هي المحاضره اللي قبلكم مسحته، صار 3 سيكشنز. طلع
هاي المواضيع اللي امامكم، اكو شي مواضح قلت لكم ترى تخيل انه يجيك السؤال حتى مثلا تختار لاي اوت معين، تشوف هاي اللاي اوت، اللاي اوت هاي اللي تكلمنا عنها اللي قبل شويه دخلنا لها من هالمكان هذا، تمام؟ هسه من الكليك يمنا نقدر نضيف اللاي اوت، وهذا الفورمات باك جراوند، هذا من يفتح لنا هاي الشاشه، وقلت لكم شوفوا هسه فورمات باك جراوند يحكي على الباك جراوند الخاص بالبرزنتيشن، بس من نضغط دبل كليك عليه يصير فورمات شيب، ويعطيني ايضا اوبشنات خاصه بالتكست وخاصه واوبشن خاص بالشيب. الشيب هنا يقصد الشكل لهذا المربع، هذا الشيب اللي هذا اللي خاص اللي هو تكست بوكس. فهذا النقاط اللي امامنا، عندنا بس السلايد ماستر فيو. هسه ندخل له. ذكرت اكو امور، اكو موضوع نسيته، العفو اعتذر جدا، اللي هو الانسيرت ديت اند تايم. منين نضيف انسيرت؟ هذه هنا مثلا عندنا اريد سلايد نمبر، خلي كنسل، خلي اختار اول واحده انسيرت سلايد نمبر، يظهر شوف شوف اي اوبشن اضغطه منه يحدد لي مكانه بهذا المربع، مثلا السلايد نمبر راح يظهر هنا بهاي الزاويه. اوكي، الديت اون تايم راح اخذ بس الديت، ظهر بالمجموعه الثانيه اللي بصفه. الفوتر هذا هنا اذا اريد نضيف فد كلام معين، مثلا برزنتيشن، اذا اقول له ابلاي راح يطبق على واحد، واذا اقول له ابلاي تو اول راح يطبق على الكل. انتبهوا هذا الرقم، خلينا نشوف انه واحده، شوف هنا اوضح لان الباك جراوند فاتح. هذا الفوتر للبرزنتيشن، هذا الديت طبعا طالع بالهجري، نقدر نغيره بالستينج، وهذا السلايد نمبر رقمها 3 1 2 3. بس اذا نروح هاي رقمها 4، هاي رقمها 5، وهكذا تستمر. هذا الديت اون تايم، طبعا نقدر نضيف الديت اون تايم، نقدر نضيف هيدر اند فوتر، يعني الامور اللي نقدر اللي امامنا هاي كلها نقدر نضيفها. خلي نضيف سلايد فارغ، سوري هوم، والله مو مشكله، منه هنا بلانك. مرات احنا ما نحتاج اللاي اوت اللي تكلمنا عنها قبل شويه اللي هي هاي، كل وحده لها استخدام، تكلمنا عنها مو شباب انس احمد واحد يجاوبني، شرحناها انواعها. اي مرات ما احتاج هذه الانواع، احتاج شيء فارغ كانه اني اضيف الامور اللي اني احتاج اضيفها، كان اضيف شيء معين، اضيف مثلا شكل بيضاوي هنا. طبعا شفت تغير على مود اغير هنا، تفو فورمات شيب راسا تغير، وحتى ابدي اغير الوان او نصوص اكتب، شوف اللون هو ماخذ بنفسجي، اقدر اغيره منه كان يكون هذا اللون، يعني لا على التعيين. انسيرت اقدر اضيف وورد ارت، الوورد ارت كان كتابه معينه، مرات اضيف تكست بوكس، وهنا اقدر اضيف اي كتابه. انسيرت مرات اضيف سمارت ارت من هذولي، اي مخطط اضيفه اختاره ينزل هنا، يعني شو تريد تضيف من هاي القائمه، تقدر تضيف فوتو تسحبها من غير مكان، نقدر نضيف سكرين شوت، هاي هسه اذا اضغطها اضغط، بس انا ما اريد اخرج، اقدر نضيف صوره منها، نضيف جدول معين منها، ما اريد ادوخكم والمحاضره تصير طويله وممله بصراحه. طلاب اعزائي حاولوا تجربون، موضوع كلش حلو الباوربوينت، وكلش مفيد وكلش مهم وسهل، ولكن اذا ما تجربه بايدك وتطبق صدقني بالامتحان تبقى تايه وما تندم. بس انتم اذا تشوفون اني حافظ المكانات بصراحه، هو مو حافظ، اني مو عبقريه، ولكن مجرب هوايه
مشتغل هواية، وخصوصا أنا ما أدري درستكم أكسل ولا طلاب بالأول؟ واحد يجاوبنا، أنا مدرسكم أكسل؟ أي ما ندرسكم، إن شاء الله على الكورس الثاني ندرسكم. بصراحة بالأكسل، الأكسل هواي ناس ما تحبه لأنه يعتبروه تشعبات هواية. أني بالنسبة للأكسل لأنه مشتغل عليه هواية، فأيضا مشتغل عليه خصوصا بالتسجيل 4 سنين. أني يعني قوائمكم وملفاتكم والماستر شيت الخاص بكم والملفات اللي أرسلها للجامعة كنت أشتغلها بإيدي، حتى ما أخلي الموظفين يشتغلوها، لأنه موضوع التسجيل موضوع لازم يكون دقيق جدا. فكنت قوائمكم والملفات والإحصائيات كلها أشتغل على الإكسل بإيدي. فمن يشوفني أتنقل بين التبويبات او اعرف ايش اختار، هذا مو معناها عبقريه، ولكن معناها اني مجرب هوايه فاندل المكانه. فصدقوني اذا ما تجربون، احنا من كنا طلاب كنا نقول مبحوش، هذا المصطلح مالتنا. يابا هذا الموضوع انا ما مسيطر عليه، طالب اللي يقول نقول له روح بحوش بهذا الموضوع. فجرب جرب جرب هوايه، ايش قد ما تجربون انتم تسيطرون، وما يحتاج هواي وقت. هذا اللي مسحهم انا احتاج له، مسحناها هاي الشريحة. لهنا هذا الجزء الأكبر، بقى عندنا موضوع واحد اللي هو سلايد ماستر فيو. السلايد ماستر فيو ما راح أدخل بالديب وياكم، راح أحكي عنها بشكل مختصر جدا، لأنه ما تحتاجون تدخلون بالديب، يعني لأنه مو كلش مو مو مهم، ولكن تستهلك منكم وقت وهواية، وانتم اللي تحتاجون من عندها الجزء اللي راح اتكلم لكم عنه باختصار دقيقتين مو اكثر، حتى انهي محاضرتكم وتتوكلون. طلع هسه من بقى عندنا بس الباوربوينتس سلايد ماستر فيو. راح اغلق هذا، افتح ملف ثاني، اسمحوا لي. طلاب المجموعتين الشاشة ظاهرة أمامكم، الباوربوينت تمام، المجموعة الثانية المهم ما دام ماكو اعتراض نكمل. طلاب إذا تشوفون هذا اللوجو اللي موجود هنا، وهذا هذه الشاشة، شوفوا أنا ضفت اللوجو بس على أول واحد، ليش؟ وهو يظهر. حتى إذا أضيف سلايدات أخرى، انتبهوا راح أضيف بلانك سلايد، انتبهوا كل القوالب اللي موجوده هنا عندي او كل اللاي اوت اغلبها ضايف عليها اللوجو. ليش؟ شوف في حين هو بالباوربوينت اذا شفتوها هناك، من كنا نحكي قبل شوي ما يظهر لوجو هنا. هذا اللوجو هو مو ستاندرد، هذا انا ضايفه. انا ضفته وين؟ ضفته على هاي السلايد فقط. بس من ضفته هنا ايش قلت؟ رحت على الفيو وقلت هاي السلايد، هاي الشريحه اللي موجوده هنا هي سلايد ماستر. تفهم؟ ما احتاج. شوفوا كل السلايدات طبعا يضيف لي هو قوالب للحاجه اللي ما احتاجه اني احذفه، ويظهر كل السلايدات عليها. شوفوا، وحتى من اغلق هذا، شوفوا شاشه من الفيو سلايد ماستر تفتح لي، تفهم حتى هذا يتغير. بس من اغلق منه يبقى هو هذا سلايد، يبقى ماستر رئيسي. شنو العبره؟ طلع شنو الغايه من انه يكون عندي سلايد ماستر؟ شو استفيد منه؟ طبعا انت بامكانك انه
لكل شريحة، مثل يكون عندك 30 40، كل شريحة تصممها بالطريقة اللي أنت تعجبك. ولكن من نختار واحدة سلايد تختصر علينا وقت وجهد، كان يكون عندك 150 سلايد، فهذا مال كل واحدة تقعد تصممها تاخذ منك وقت وجهد. شو نسوي احنا؟ ناخذ اول واحدة نسويها ماستر تنطبق على الكل، واذا اردنا نغير بامكاننا نغير. طب الطلاب حتى الثيمز، بس راح اغير هذا، شوف انا على اول واحدة واقف غيرت الثيم هذا الخاص، خلي اختار واحد من ذولي. انتبهوا الطلاب كلهم تغير الثيم الخاص بهم لكل واحد، اللوجو بقى موجود. اكتب على هنا انسيرت وورد ارت، خلي اختار لا هذا نفس اللون، نختار لون يختلف شوية، انسيرت وورد ارت كوليدج. هنا كتبت هنا اضاف لي هذا بس ما ضافه هنا، لان هو ماستر مو للكونتنت، للديكور فقط، للتصميم للاطار العام. شوفوا نعرض بس اول وحده طلعت فيها كتابه معين، واللوجو نفسه بدا يتغير، وهذا هذا كل اللي نحتاجه من السلايد ماستر. هو تقدر تغير، خلينا نغير الباك جراوند، اعتبره كونتنت. عفو الطلاب، شوف هنا نقدر نغير هذا اللي تكلمنا عنه، رأسا نغير واذا نغير الباك جراوند. المهم نرجع للثيمز، تغيرت كل الثيمات الخاصة بنا، والكونتنت بقى نفسه. هذا كل اللي نحتاجه من الماستر سلايد فيو سلايد ماستر او الماستر سلايد فيو. طلاب هنا محاضرتنا تخلص، ما اريد اطيل عليكم اكثر، من عنده سؤال؟ اللي ما عنده سؤال وسجل حضور كمل، ست سرعة تقدر غادرت، تقدرون تتوكلون، واللي عنده سؤال أنا موجود.